ما تفسير آية تعدد الزوجات؟ وهل كل رجل يمكن أن يتزوج على زوجته أو في حالات خاصة؟ هي الآية الثالثة من سورة النساء، هي الآية وضعت شروط خاصة. فبداية الآية الكريمة، وبعض بعض الناس يغفلون بداية الآية، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالإن شرطية جازمة. إذا ذهبنا إلى آيات الإرث، يعني فرضا فلأمه السدس إن كان كذا، إذا لم يكن كذا فأمه لا تأخذ السدس. فلذلك الله لم يذكر الزوجة الأولى في هذه الشروط، فقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لو كانت الآية فيها تعدد كان قال أولى ثانية ثالثة رابعة. فالزوجة الأولى لم يضع لها أي شرط على الإطلاق، صغيرة كبيرة بنت أنثى، قال إذن الثانية والثالثة والرابعة يفضل حسب هذه الآية أن يكون الزواج هو إقساط في يتامى، أي يكون عندها يتامى، أي تكون أرملة وعندها أولاد يتامى، لكي يحقق في هذا الزواج إقساط في يتامى. ماذا يعني إقساط؟ إقساط يعني أنتم كمجتمع إذا خائفين على اليتامى في المجتمع، فمن أجل رعاية الأيتام فالثانية والثالثة والرابعة أن تكون أرملة وعندها أولاد، لأن آخر الآية تقول إذا كانت هي أرملة وعندها أولاد وأنت عندك أولاد يعني عليك أن تبقى على الأولى. فإن خفتم ألا تعدلوا ليس بين النساء، بين أولادك وأولاد اليتامى، أما العدل بين النساء فمحسوم في الآية 127، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لذلك هنا آخر الآية تقول ذلك أدنى أن لا تعولوا. لكن إذا إنسان لم يتفاهم مع زوجته، الإسلام لم يضع له أن يتزوج عليها، قال تعالى وبكل بساطة وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج، فقال لي استبدل، يعني واضح يعني استبدل الزوجة الأولى بزوجة جديدة عن طريق الاستبدال. لكن هذه الآية 3 من سورة النساء، ونلاحظ أول صفحتين من سورة النساء يتامى 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 ابتلوا اليتامى يتامى يتامى، صفحتين تناقش موضوع يتامى، وهذه الآية 3 هي أحد الحلول لمشكلة اليتامى في المجتمع. يعني دكتور الزواج هون هو للإقساط بين اليتامى، للإقساط في اليتامى، لأن الشرطي وإن خفتم ألا تقسطوا فانكحوا، الفاء جواب شرط لازم.